تلاميذ سنة أولى ابتدائي، نحاول الآن حل نموذج من اختبار اللغة العربية. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول يقول: أصحح الأخطاء وأقرأ. لدينا خمس رسوم، خمس كلمات: قطر، فراسة، بوم، حبر، ناب. نبدأ بتصحيح الأخطاء. قطر خطأ. ما هو الصحيح؟ أحسنتم، فطر هي الكلمة الصحيحة. فطر. ثانيا فراسة، خطأ. الكلمة الصحيحة هي جيد، فراشة. فراشة. ثالثا بوم، أحسنتم، هذا ثوم وليس بوم، ثوم. رابعا حبر، خطأ، هي خبز. خبز هي الكلمة الصحيحة. وهذا الشكل ناب، خطأ، الكلمة الصحيحة هي جيد، باب. باب. إذا نعيد مراجعة: فطر، فراشة، ثوم، خبز، باب. التمرين الثاني: أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة. لدينا خرجت، في، العائلة، الغابة، إلى، نزهة. الكلمة الأولى هي، نعيد الترتيب، خرجت، أحسنتم، خرجت. خرجت. ثانيا أحسنتم، العائلة، العائلة. خرجت العائلة. بعدها أحسنتم، إلى خرجت العائلة إلى، جيد، الغابة. 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 خرجت العائلة إلى الغابة. بعدها أحسنتم، في، بعدها في نزهة. أخيرا نزهة. نزهة. نعيد قراءة الجملة: خرجت العائلة إلى الغابة في نزهة. خرجت العائلة إلى الغابة في نزهة. التمرين الثالث: أربط بالمناسب وأكتب اسم الأشياء. أربط بالمناسب وأكتب اسم الأشياء. إذا نربط هذا هذه. نرى اسم الأشياء: هذا، هذا أو هذه. محفظة، محفظة، محفظة مؤنث. إذا نربطها مع، جيد، هذه، هذه، هذه محفظة، هذه محفظة. ثانيا قلم، قلم مذكر. إذا نقول، جيد، هذا، هذا قلم، هذا قلم. نربط هذا مع قلم. ثالثا دب، دب، أحسنتم، هذا دب، هذا دب. نربط هذا مع دب. ثم سيارة، هذه سيارة، هذه سيارة. نربطها مع سيارة. إذن نكتب اسم الأشياء: هذا، لنراجع أيضا، هذه محفظة، هذه محفظة. نكتب محفظة.
هذا قلم. إذا نكتب قلم. هذا دب. دب. هذه سيارة. إذن هذه محفظة، هذا قلم، هذا دب، هذه سيارة. وهكذا قد انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتشغيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، ولا اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.